بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام ولله الحمد دين كامل، ما ترك شيئا للبشرية فيه خير في عاجل أمرها وآجله إلا وبينه وأمرها به، وما من شيء فيه شر على البشرية في عاجل أمرها وآجله إلا بينه وحذرها منه. ومن ذلك قضية السحر، فإنه آفة اجتماعية وشر مستقيم يغير العقائد ويغير الأبدان ويغير العقول ويؤثر في المجتمع تأثيرا سيئا، ويسلط الشياطين على بني آدم، فهو شر مستقيم وكان موجودا في الأمم السابقة. تاريخ وجوده قديم في البشرية، فكان قوم فرعون يتعاطون السحر وفيهم سحرة، وكانوا يتعلمون السحر ويمارسونه ويعتمدون عليه. ولذلك لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده والإيمان به، وصفوه بأنه ساحر واتهموه بالسحر، قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، وصفوه أو اتهموه بأنه جاءهم بالسحر وأنه يريد بهم الكيد، فهم تآمروا عليه عليه الصلاة والسلام وأمروا فرعون أو أشاروا على فرعون أن يحضر السحرة وأن يحضر معهم موسى فيعرض ما معه ويعرضون ما معهم ليبينوا أنه ساحر فلا يغتر به أحد. ولكن القضية انعكست عليه، فإن الذي مع موسى ليس هو سحرا، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى معجزة جعلها الله دلالة على صدق موسى عليه السلام. ولما اجتمع المشهد وحضر الناس وكان مشهدا هائلا، جاءوا بسحرهم، قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فألقوا سحرهم وحصل منه شيء عظيم، جاءوا بسحر عظيم كما قال جل وعلا. فأوجس في نفسه خيفة موسى من هذا المشهد، فطمأنه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يلقي عصاه الذي يزعمون أنه سحر وأنما فيه سحر، فألقى عصاه فالتهم كل السحر الذي ألقوه بالوادي، ثم أقبل عليهم يريد أن يلتهمهم. عند ذلك أمر الله موسى أن يأخذه، فأخذه فعاد كما كان، العصا عاد كما كان سيرته الأولى كما قال الله جل وعلا. فعند ذلك علم السحرة أن هذا ليس بسحر وإنما هو أمر من عند الله جل وعلا، فاعترفوا وآمنوا بموسى وسجدوا له، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عند ذلك أسقط في يد فرعون وانقلب الموقف ضده، واختزى وفشل، وانتصر موسى عليه السلام وانتصر الحق. فعند ذلك هدد السحرة وتوعدهم بالقتل، ولكنهم صبروا وثبتوا على إيمانهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثبتوا على إيمانهم وقتلهم فرعون، ماتوا شهداء ولقوا ربهم شهداء. فالحاصل أن هذا السحر كان موجودا في عهد الفراعنة في مصر، فهو قديم، وصفوا موسى قالوا ساحر عليم، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. وكذلك اليهود في عهد سليمان عليه السلام لما سخر الله له الجن والمردة
وكان الشياطين يأتون للسحر ويخزنونه في أمكنتهم. فلما مات سليمان عليه السلام ووجدوا السحر قالوا إن سليمان إنما كان يسلط المرضى والشياطين بالسحر. الله نفى ذلك عن نبيه سليمان، قال وما كفر سليمان، يعني ما سحر، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله جل وعلا نفى عن نبيه السحر وأسنده إلى الشياطين، وأن الشياطين هم الذين جاءوا بالسحر فهو عمل شيطاني، ويعلمونه للناس. فالسحرة يتلقون سحرهم عن الشياطين ومن تعليم الشياطين، فهو ميراث شيطاني. وكذلك المشركون والكفر واليهود في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهموه بالسحر كإخوانه من النبيين، والله نفى ذلك عنهم. قال سبحانه وتعالى وما كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالسحر إذن قديم، وهو من عمل الشياطين، وهو يضاد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.